أكثر ما يفسد علاقات الناس علاقات الأخوة بين أنفسهم، بينه وبين إخوانه، الشيخ وطلابه، الطلاب وشيخهم، الجيران، الأزواج، أكثر ما يفسد العلاقات تعرفون ما هو؟ النميمة. يقول يحيى بن أكثم: النمام يستطيع النمام في ساعة ما لا يستطيعه الساحر في سنة. الآن واحد يذكر أذكار الصباح والمساء وما ينسى آية الكرسي، يستطيع أحد أن يسحره ولا يدخل عليه الشيطان؟ يعجز، يمكن يجلس سنة كاملة يريد أن يسحره ما يستطيع. لكن نفس هذا الرجل الصالح يأتيه واحد يقول له: ترى فلان البارح يتكلم فيك، فلان قال عنك الله يغفر له كذا وكذا وكذا، يتكلم فيني وأنا فعلت له كذا وكذا، انتهت العلاقة. يراه ثاني يوم يعبس في وجهه، ثم ترى يبدأ في المعاملة السيئة له. وهكذا المرأة يقال لها: أن زوجك يريد أن يفعل كذا وهو يتكلم عنك، أو يريد يفعل كذا، أو خانك مع فلان، أو يراسل النساء أو يفعل. وهكذا الرجل يؤتى له فيقال: زوجتك تفعل كذا، رأيناها في المكان الفلاني تفعل كذا، أو تتبرج أو تتزين أو أنها، فيبدأ سوء الظن وهدم العلاقات الأسرية والزوجية بينهم. أو يؤتى إلى رجل يقال: ابنك فعل كذا وكذا. النميمة هذه دائما لا تسمع لها، لا تسمع لها، لأنها تفسد علاقات الناس وتدمر الأسر والمجتمعات.